نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب يا شيخ، يعني ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم، الحسنات يذهبن السيئات، تمحوها محوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا، لا تمحو الحسنات، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات، قد تغلب على الحسنات فيكون ويوم القيامة. قال الله فيه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فيوازن بين الحسنات والسيئات، فربما تكثر السيئات فيستحق الإنسان دخول النار يعذب بها بقدر ذنبه، وربما تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشاء الله عز وجل، وربما تزيد الحسنات فيكون من أهل الجنة. نعم.